ولذلك شوفوا إخواني الكرام، يقول العلماء، يقول العلماء أن الشاب، الشاب عنده تحديدان، تحديد، وشو التحديد؟ تحديد المستقبل تاعه، تحديد المستقبل الدنيوي والأخروي. تحديدك أنت الشاب، تحديد الإنسان كله، تحديد الإنسان كله هو مرحلة شبابه. مرحلة الشباب هي التي تتفتق فيها الآمال وتتفتق فيها الأماني والأهداف. وفرق بين الأمل والأمنية والهدف. الهدف هو النهاية اللي حتى توصل لها أنت، وغالبا الهدف هذا لازم يكون يرسمه لك من؟ لخلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو اللي يحدد لك المسار تاعه. قل آمنت بالله ثم استقم. وهو الذي يرسم لك الشعار تاعه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني عبادتك داخل المسجد، وخدمتك برا في السوق، وخدمتك في الوظيفة، وجلوسك في المكتب أو في الجامعة أو في الثانوية، أو نومتك أو سفرك أو مزاحك أو فسحتك مع أصحابك أو ضحكتك وجلوسك في المقهى والقصة مع خاوتك والقصة وتضحك، كله يكون لله، مكش حاجة لله. هذا هو، هذا هو المسار والشعار والهدف الذي يرسمه لك الله، شابا كنت أم أقل من ذلك أم أكثر. هذا هو الحياة. منذ أن أخرجك الله من بطنك التصقت مع قول الله خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يوجد فترة، ما عندناش فترة واسمها أزهام بعد الموت كاينة، ما كاش هذا، ما كاش أزهام بعد كي تكبر كاين، ما كاش كاين. ملي خلقك الله وانت عبد لله حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأنا من هنا أوجه كلمة للناس الكبار، أن بعض الناس الكبار لازم يستحوا على روحهم. لا ترد أنت الفساد وتورثوا لغيرك. أنت يا عندك غلطة تربي عليها أو سامحها، وممكن ماكش فاهمها وماكش قصدها، معليش، وراك تورثها لناس أخرين وشبابنا. تقول له أزهى زهو مازالكم صغار. هذه كلمة ما تقولهاش، هذه كلمة. تعرف الزهو والسعادة وين يا أخي الكريم؟ ويا أيها الوالد الكريم الذي تنصح الناس، السعادة والحياة الطيبة إذا كان شبابنا يحبوا يتمتعوا ويضحكوا مليح هي في طاعة ربنا عز وجل. ماناش نقول لهم كونوا ساجدين وبقوا تبكيو، ماناش نقول لهم فتحوا المصاحف وما تغلقوهاش، ماناش نقول لهم ما تحوسوش وما تلعبوش وما تديروش. مارس الرياضة وتمتع وحقق أهدافا في الحياة الدنيا، وارسم للنجاح طريقا، ومدى بينا تتعدد لك الآمال في الحياة، ومدى بينا تكون طموحا أكثر مما أنت عليه. ومعليش تخرج تزهى مع أصحابك وتحوس في غابات وبحار وأشجار وجبال، وروح حوس كما حبيت. وهذا احنا نطلبوه منك أنك تفعله، ولكن لا يكون ذلك إلا لله. وش يمنع أنك أنت تضحك لله؟ وش يمنع أنك تمزح مع الناس لله؟ وش يمنع أنك تلعب ودير رياضة وأنت لله؟ وهذا هل يمنع هذا؟ لا يمنع. لماذا نقول لهم ازهاوا؟ ازهى وكي تكبر سهلة. وين تعرف أنت الحياة؟ مين جبت هذه الكلمة؟ هذا الزهو هذا الذي تقصده أنت أنك ما تصليش دركا، ومعليش ما تديريش الحجاب راكي صغيرة، ازهي بحياتك، تمتعي بحياتك. بماذا نتمتع؟ بالحرام؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. شوف الآن هذه الحياة الطيبة لازم تكون في طاعة الله، هذا هو الحق الذي يجب أن يكون في شبابنا. شوف مرحلة الشباب مرحلة الأمان، مرحلة تكون مسار الإنسان، هي التي ترسم مسار الإنسان. مرحلة الشباب هي التي تتجسد وتستقر فيها النفسيات. هذاك الإنسان اللي تشوفه الآن كبر في السن ومازال الآن معقد، هذاك تعقد في شبابه. هذاك الإنسان اللي راه كبر في السن ومازال خواف ومازال جبان، هذاك في الشباب تكون الجبن وتكون الخوف. هذاك الإنسان اللي تشوفه شجاع وقوي وعنده حرص على الأمة على الإسلام، هذاك شبابه هو الذي كونه. في الشباب تكون كل شيء. في الشباب ذبح الإنسان، وفي الشباب أحيي الإنسان. في الشباب هنا تتكون الحال. هذا هو الأمل في الشباب، هذا هو الأمل. ولذلك الآن هذه الآمال الموجودة في الشباب، في شبابنا، أحاطت بها كثير من الآلام، أوجعتهم فتركوا وسلموا الآمال وهربوا إلى واقع في المواقع. وأما الواقع الحقيقي، الشباب الآن لا يريد أن يحملها من حبه. الشباب اليوم لا يريد أن يكون خادما لأمة الإسلام،
وراه شباب قليل من يفكر يقول انا ماذا بي الان نحكم مسيره تاع اصلاح النفس باش نصلح الامه. انا نتمنى ان نكون مثل فلان 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 اللي راهم يسمعوهم الشباب ويهتديوا بهم الشباب. انا نتمنى ان اكون قدوه للشباب. انا نتمنى ان نكسر هذا الفشل الموجود في الشباب. انا نتمنى ان اكون انا بادره خير للشباب حتى يقول الشباب ها كاين ناس يقدروا يصلحوا في هذا الزمن. انا نحب نكون مثال للشباب، ان اقول لشاب اللي كاين مصباح يضيء في هذا الظلام الذي نعيشه. لماذا لا يفكر الشاب بهذه الطريقه؟ لماذا نجد كثيرا من الشباب يقول احنا ما عطاوناش ما مدوناش وحنايا 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 وحنا كارهين وحنا كذا، وين تروح كاره روحه كاره حومته كاره والديه كاره البلاد اللي يعيش فيها والقاره اللي يعيش فيها، وبعد ذلك سيكره الدنيا باسرها. وهو هو هو كاره قدر الله ولكن لا يسميه فقط، او كاره القدر تاع ربي ولكن لا يسميه. وهذا سنتكلم عليه ان شاء الله او اشير عليه في كلمه. انا اتسارع الان مع الزمن، يعني نتسارع نمشي باش نحب نوصل اكثر المعلومات في هذا الوقت الضيق. الان شوفوا شبابنا يتحدد المسار تاعو وين في مرحله الشباب، حياته في الدنيا يتحدد نهايته في الدنيا بحسب شبابه. وشاب نشا في طاعه الله يخرج، الانسان يشيب على ما شاب عليه. ولذلك الان شوف الشاب، كلنا نتمنوا ان نبقوا شباب كلنا. علاه؟ لانه الشباب هذاك كل شيء يتكون الان، اصحابك تاع الصح يتكونوا في الشباب، ومستقبلك راح يتكون وانت شاب، زوجتك اللي راح ترسم لك مستقبلك وتعيش معها حياتك كامله تديها وانت شاب، وزيد على ذلك خدمتك اللي راح تحكم روحك فيها وغير ذلك، ومسارك المادي وانت شاب. يعني كل حاجه ترسمها وصحابك ومكانتك في الحومه، باللي انت انسان تصلح ولا ما تصلحش، باللي انت انسان راح تنفع ولا ما تنفعش، باللي انت انسان تضر الناس يخافوا منك ولا ما يخافوش منك، انسان انت صاحب امانه نقدروا نستأمنوك على اولادنا على لسانا على حومتنا على ديورنا وانت عايش معنا في الحومه، هذيك نرسمها لك في الشباب. اذا كنت في الشباب كثير الفساد والافات، انت تكبر 60 سنه احنا نقولوا هذا غير متى بالك من صح روح في عمره 65 بس على بالك هذاك 20 سنه هو غير ديقه من خطها. هذاك رد بالك، ما تخليش وحده، ما تديرلوش، ما تفتحلوش بابك. مين جاتنا؟ تاريخ ورسمه هو شاب. تاريخ تاعو ورسمه هو شاب. اذا احنا الان شبابنا يحدد مساره الدنيوي وين؟ في مرحله الشباب. انت الذي تحدد. انت بامالك واهدافك وعقلك الراجح تحدد مسارا جيدا. الان الاخره بماذا تحدد؟ تعرف الاخره يقدر الانسان يعلم تحديدها ومآلها في مرحله واحده عندما توجه له